دخل مطبخ، بساطه سهوله مرونه. تعالوا مع بعض سريعا كده نشوف طبق الفول هنعمله ازاي، علشان مهم جدا ان احنا نعمله. طاس على النار ان شاء الله هنعمله باذن الله. اهو حلو، ومعانا الفول بتاعنا من القدره كل يوم زي الفل. هنهرس الفول ده يا عم الشيف بشوكه كبيره، مهم جدا. مطبق الفول وجبه فيها بيض اهو، شايفين انا شغال ازاي اهو بالشكل ده كده اهو. هياخد بيض مسلوق، والمقادير على الشاشه. انا هعمل واحده وحضراتكم كده هتعرفوا ايه فكره عمل مطبق الفول وانا شغال اهو. ابدا احط هنا البصل وشويه بقدونس او كرات او بصل اخضر. حط فص ثوم ني مع الفول بيديله شخصيه، واقلب ده مع بعضه. عند بيض مسلوق اهو، ده بيض مسلوق اهو في قلبه بالشوكه دي كده، واضغط على البيضه. يلا انزلي، اللهم صل على النبي اهو. شفت الجو ده كده اهو اهو، طبق فيه كل حاجه. هناخد الفول ده بعد ما ياخد غلوه على النار، معانا الرقاق بتاعنا، او نجيب العيش الصاج من عند اخواننا السوريين. شايفه الطبق ده كده اهو، الف هنا وشفا للي ياكل منه. زي ما هو كده يا عم الشيف، نوسع كل ده ونشيل. يلا نوسع الدنيا دي كلها. عينيا حاضر اهو زي الفل. شاخد الكفته الاول نغرفها بسرعه. انتوا لو مكاني في المطبخ دلوقتي هتكوني مبسوطه. ليه؟ تعملي حاجه حلوه، مبسوطه ان هي بتطلع معاكي حلوه. زي كل ست بيت وزي كل ام لما بتعمل اكله حلوه بتتباهى بيها قدام مين؟ صحابها، قدام قرايبها، قدام ضيوفها.